بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنكمل مع بعض ان شاء الله دروس الرياضيات للصف الاول الثانوي المنهج المصري الفصل الدراسي الاول العام الدراسي 2017-2018. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الوحدة الاولى واخدنا الدرس الاول على جزئين، وهناخد الدرس الثاني ايضا على جزئين، ده الجزء الاول. الدرس الثاني بيتحدث عن الاعداد المركبة او مقدمة عن الاعداد المركبة، مقدمة عن الاعداد المركبة. كان ايه اللي حصل في مجموعات الاعداد؟ اول حاجة طلعت عندي مجموعة اسمها مجموعة العد اللي انا بستخدمها في العد، اللي هي 1 و2 و3، 1 و2 و3 و4 و5 وهكذا. لما طلع الصفر وضيف لها الصفر دي، فطلع مجموعة جديدة اسمها مجموعة الاعداد الطبيعية اللي هي الصفر والواحد والاثنين والتلاتة الى ما لا نهاية، تمام. فلما كنت باجي احل المعادلة مثلا سين زائد مثلا 5 تساوي 3 في الاعداد الطبيعية دي، فمش هتلاقي عدد تضيف عليه العدد، تضيف عليه عدد تاني يديني 5، فاضطرينا نطلع مجموعة جديدة اسمها مجموعة الاعداد الصحيحة عشان نجيب السالب اللي هي 0 1 و2 و3 و4 وسالب 1 وسالب 2. فحلت لنا المعادلة دي، بقى س تساوي ايه؟ س تساوي سالب 2، يبقى سالب 2 لما اضيفها للخمسة يديني 3 فعلا، انما في الطه مفيش عدد اضيفه للخمسة يديني 3. برضو نفس الفكرة كده، لما جيت احل المعادلة مثلا 3 س تساوي 5 او 3 س تساوي 2، مفيش عدد يتضرب، عدد صحيح يتضرب في 3 يديني 2، فطلع لي مجموعة الاعداد الجديدة النسبية. ومجموعة الاعداد النسبية قدرت تحل لي المعادلة، بقى عندي س تساوي 2/3، حيث 2/3 ينتمي الى النون، وبعد كده مجموعة الاعداد الحقيقية اللي احنا شغالين فيها. نفس الفكرة بقى، نفس الفكرة لما جيت احل المعادلة دي، س تربيع زائد 1 تساوي 0، مفيش عدد مربعه يديني سالب 1 ابدا، مفيش عدد مربعه يديني سالب 1، مربعه يديني سالب 1، يبقى المجموعة دي المعادلة دي ليس لها حل في ح. كنت بكتب له كده في ح، يبقى تقول له المعادلة دي ليس لها حل في ح، فعايزين نحلها بقى. فطلعوا لنا مجموعة جديدة من الأعداد اسمها الأعداد المركبة. الاعداد المركبة الرمز ليها كاف، الرمز الخاص بها كاف، خلاص. وبتحتوي على مجموعة اسمها مجموعة الاعداد التخيلية، مجموعة الاعداد التخيلية. يبقى طلعت لنا مجموعة جديدة تسمى مجموعة الاعداد، وسعنا مجموعة الاعداد عشان نطلع مجموعة جديدة اسمها مجموعة الاعداد المركبة كاف، مجموعة الاعداد المركبة كاف. ايه هو العدد التخيلي بقى؟ العدد التخيلي هو العدد الذي مربعه، العدد التخيلي تاء، بنرمز له بالرمز تاء. يبقى العدد التخيلي هو العدد الذي مربعه يساوي سالب 1، بمعنى ان تاء تربيع ديت تساوي سالب 1، وديت المعادلة او القيمة اللي بتبنى عليها مجموعة الاعداد التخيلية بالكامل. يبقى تاء تربيع اللي اخترع حاجه زي كده، يعني ايه؟ شايف المعادله صغيره هيد، ولكن انشات لنا مجموعه ضخمه من الاعداد بتسمى الاعداد التخيليه، بتسمى الاعداد التخيليه. خلاص، يبقى القصه هنا ايه؟ ان تاء تربيع تساوي سالب 1 بس. تاء تربيع تساوي سالب 1 معايا، او ممكن نقول ايه؟ ان التاء تساوي، خلاص، تاء بقى بتساوي ايه؟ زائد او ناقص الجذر التربيع، او نقول الجذر التربيعي لسالب الف. التاء هتساوي الجذر التربيعي لسالب الف او سالب 1، معلش، الجذر التربيعي لايه؟ لسالب 1، الجذر التربيعي لسالب 1. ف
فلذلك بقى الاعداد 2 تاء وسالب 5 تاء وجذر 3 تاء بتسمى اعداد تخيلية. يبقى ده بسميه عدد تخيلي تاء. لو ضربته بقى في التاء دي في 2 يبقى برضو بيديني عدد تخيلي، ضربته في سالب 5 يديني عدد تخيلي، ضربته في سالب 3 يبقى يديني عدد تخيلي. يبقى جذر سالب ألف يساوي جذر ألف تاء. جذر ألف تاء ناخد أمثلة عليها لأنه مهمة دي. ناخد مثال ولا إيه؟ ناخد القواعد قبل ما ناخد أمثلة. العدد تاء يحقق قوانين الأسس التي سبق لك، ويمكن التعبير عن القوى المختلفة لعدد تاء. تاء تاء بتساوي اللي هي تاء أس واحد بتاء، طيب تاء أس اتنين بسالب واحد، تاء تكعيب هيدينا سالب تاء، ما تاء تكعيب اللي هي تاء تربيع بسالب واحد في تاء يدينا سالب تاء. دول التلاتة وبعد كده هيتكرروا بقى تاني، هيتكرروا تاني لو زودت شوية. تاء أس أربعة هيديني إيه؟ واحد. يبقى أنا عندي تاء أس واحد تساوي التاء، تاء تربيع تساوي سالب واحد، تاء تكعيب تساوي سالب تاء، تاء أس أربعة تساوي واحد. معايا؟ وهيتكرر بعد كده لو انا بعد كده لما بقسم على اربعة، يا اما ايه؟ يا اما الباقي واحد معايا يبقى هيديني تاء، يا اما الباقي اتنين، يا اما الباقي تلاتة، يا اما مفيش باقي او الباقي واحد، يعني مفيش باقي خلاص يبقى يدينا ايه؟ يدينا واحد. يبقى انا لما لو عطاني اي عدد بقسمه على اربعة واشوف الباقي كام، بقسمه على اربعة وفما فوق هيطير ويبقى هيبقى لي الباقي، هيبقى لي الباقي بالصورة العامة بتاعتي. تاء تساوي اربعة نون زائد الواحد تساوي ت اسرة. ما هي اربعة نون دي لما بقسم على الاربعة، اربعة نون دي هتطير هيبقى ادينا ت اسرة، حيث نون عدد صحيح ر تساوي صفر وواحد واثنين وثلاثة. ناخد امثلة عشان تتضح الدنيا. طيب اوجد كل مما ياتي في ابسط صوره. تاء 30 تساوي لما بقسم بقى، اقسم ال 30 على 4 يبقى فيها 7 7 وباقي 2 باقي 2 خلاص كده. يعني هيديني ايه؟ يعني هيديني تاء اس 4 في 7 زائد 2. 4 في 7 بكام؟ ب 28 زائد 2 30. دي هتطير يعني هيدينا تاء تربيع. التاء تربيع بكام؟ بسالب 1. بس خلصت المسألة كده. يبقى أنا بقسم على الأربعة وباخد الباقي فقط. بقسم على الأربعة وباخد الباقي سواء بالسالب أو بالموجب. تاء 43 خلاص؟ مقسم على الاربعة هيدينا عشرة في اربعة باربعين، يبقى تبقى تلاتة، يبقى ته تكعيب، ته تكعيب بسالب ايه؟ بسالب ت. طيب ت واحد وستين سالب واحد وستين، ته سالب واحد وستين هيدينا ايه؟ هيدينا لما تقسم على على الاربعة يبقى فيها ايه؟ خمستاشر في اربعة بستين هيدينا ت أس سالب واحد. ت أس سالب واحد يعني واحد على ت. واحد على ت بالمناسبة بتعملها ازاي؟ ما ت ت أس اربعة، مش احنا قلنا الت أس اربعة بواحد خلاص؟ يبقى انا هخلي دي ت أس اربعة، يبقى ت أس اربعة على الت يعني هيدينا ت أس تلاتة، هيدينا كام؟ هيدينا سالب ت، يبقى هيدينا سالب الت. طيب ت أس 4 نون زائد 19، ال 4 نون تروح يبقى يدينا ت أس 19، ت أس 19 على ال 4 بكام؟ ب 16، يعني يديني ت تكعيب، ت تكعيب بكام؟ بسالب الت، الت تكعيب بسالب الت. وضحت كده الفكرة؟ تمام. ناخد مثال تاني. ت أس 24، ت أس 24 على الأربعة في 6 مفيش باقي، يبقى واحد على طول، واحد مباشرة. طيب ت أس 37، 37 يعني كام؟ الأربعة فيها 36 9، يعني ت أس إيه؟ أس واحد يعني الت، ما الت أس واحد بتاع. ت أس سالب 43 يبقى هيدينا، سيبك من السالب دلوقتي، 43 على الأربعة يعني 40، يبقى هيدينا واحد على ت تكعيب. ما هي هيدينا ت أس سالب 3، ما
40 يبقى الفرق 3، يبقى ت اس سالب 3 هشقلبها يبقى 1 على الت اس 3 خلاص. ممكن نعملها بقى تبقى ت اس 4 على الت اس 3، يعني هيديني في النهاية الت، هيديني في النهاية الت. طيب ايه تاني؟ ت اس سالب 51، سالب 51 يعني كام؟ 48. 48 يبقى 3 اللي هي 4 في 12 ب 48، يبقى يدينا ت اس سالب 3 نفس اللي فوق، هيدينا 1 على ت اس 3 يعني هيدينا الت ايضا. 4 نون يعني المفروض ده ت اس 4 نون زائد 29 يساوي ت اس 29، 7 في 4 ب 28 يعني هيديني الت. 4 نون يعني ده هتبقى ت اس 42، 42 على على الاربعة هيبقى يدينا ت تربيع، يعني ت تربيع بكام؟ بسالب 1. بسيطة وسهلة جدا خلاص. مجموعة الاعداد بقى المركبة او العدد المركب بيتكون من جزئين، الف يكتب على الصورة، الف زائد ب في ت، ب في ت، حيث الالف والب الف وب اعداد حقيقية ينتموا لحا، اعداد حقيقية ينتموا لحا. بسمي الالف ده بسميه الجزء الحقيقي، والب مع ت بسميه الجزء التخيلي، يبقى اي جزء في ت بسميه جزء تخيلي على طول. لو الالف بصفر يبقى العدد تخيلي كامل، لو الب بصفر يبقى العدد حقيقي كامل. يبقى لو الالف بصفر يبقى اللي باقي جزء تخيلي، لو الب بصفر هيبقى الباقي جزء حقيقي. يبقى انا عندي الاعداد الحقيقيه او الاعداد المركبه هي اعداد حقيقيه واعداد تخيليه. طب انا عندي الاعداد الحقيقيه اعداد نسبيه واعداد غير نسبيه، اعداد نسبيه اعداد صحيحه واعداد غير صحيحه، الاعداد الصحيحه اعداد صحيحه سالبه واعداد الطبيعيه، الاعداد الطبيعيه الصفر والاعداد مجموعه الايه؟ مجموعه العد. يبقى اذا كان الف وب عددان حقيقيين فان العدد عين، حيث عين يساوي الف زائد ب، يسمى عدد ايه؟ مركبا. يبقى مركبا لذلك سميناه مركبا، مركب من عدد حقيقي وجزء تخيلي، جزء تخيلي وجزء حقيقي. يسمى الف بالجزء الحقيقي للعدد المركب، وب ت يسمى بالجزء التخيلي للعدد المركب. اذا كانت ب تساوي صفر فان العدد عين يصبح حقيقيا، واذا كان الف يساوي صفر فان العدد عين يساوي او يصبح تخيليا. حل المعادلة بقى، 9 س تربيع زائد 125 تساوي 61، يبقى 9 س تربيع تساوي 61 ناقص 125. 9 س تربيع تساوي كام؟ 4 5 من 1 ما سالب طبعا سالب معلش، يبقى 4 و 12 يعني 64، يبقى س تربيع تساوي سالب 64 على التسعة، يعني س تساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي لاربعة لسالب 64 على التسعة، يعني هيساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي لاربعة وستين على التسعة ت. شاطر، ما انت خدت السالب واحد كأنها سالب واحد فيه، يبقى ت يعني يساوي زائد او ناقص 64 8 على 3 ت، يبقى زائد او ناقص 8 على 3 ت. مجموعة الحل 8 على 3 ت وناقص 8 على 3 ت. طيب ناخد مثال تاني، يبقى 3 س تربيع زائد 27 تساوي صفر، يبقى 3 يبقى س تربيع تساوي، نطلع بس، يبقى 3 س تربيع تساوي سالب 27، يعني س تربيع تساوي سالب 9، يبقى س تساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي لسالب 9، يعني س تساوي زائد او ناقص جذر 9 ت، يعني س تساوي زائد او ناقص 3 ت. ناخد مثال كمان، احل انا مثال واسيب لك مثال. ناخد المثال مثلا ده، يبقى 4 س تربيع زائد 100 تساوي 75، يعني 4 س تربيع تساوي سالب 125 يبقى سالب 25، يعني س تربيع تساوي سالب 25 على ال 4، يبقى س تساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي لسالب 25 على ال 4،
يعني السين تساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي سالب لخمسة وعشرين على الاربعة ت، يعني السين تساوي زائد او ناقص خمسة على الاتنين ت. تمام. طيب عندما يتساوى عددين مركبين ألف زائد ب ت يساوي جيم زائد دلتا، فإن الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي. يبقى ألف تساوي الجيم والب يساوي الدال. يوجد قيمتي س وص اللتان تحققان المعادلة. نظبط بس المعادلة، يعني 2 س ناقص الص زائد نفك دي هتبقى ايه؟ او خلاص ما ده الجزء التخيلي وده الجزء ده الجزء الحقيقي وده الجزء التخيلي، خلينا نمسحها احسن. يبقى ان الجزء الحقيقي هنا ايه اللي هو 2 س ناقص الص يساوي الجزء الحقيقي هنا اللي هو 5. طيب الجزء التخيلي اللي هو س ناقص 2 ص هيساوي الجزء التخيلي هنا اللي هو المضروب في الت اللي هو يساوي الواحد. معادلتين هو ده اقدر احلهم مع بعض واجيب الس والص. يبقى هنا ممكن نضرب في ايه؟ نضرب في 2 او نضرب في سالب 2، يبقى سالب 2 هيدينا سالب 4 س، وهنا هيدينا موجب 2 ص، وهنا هيدينا سالب 10. بالجمع بجمع 1 و2 هيدينا ايه؟ سالب 3 س، دي راحت طبعا، وهنا مجمع هيدينا سالب ال10 سالب التسعة سالب التسعة. يعني ادينا السين هيدينا كام؟ السين هيدينا 3. اعوض في اي معادله ولتكن المعادله رقم 1، يبقى 2 في 3 ناقص الصاد تساوي 5، يعني الصاد هتساوي الصاد هتساوي 6 ناقص 5، يعني هيدينا الواحد. ماشي. طيب بيقول لي اوجد قيمتي س وص اللتين تحققان كل من المعادلات الاتيه. هنا ده جزء حقيقي وده جزء تخيلي، ده الجزء التخيلي هود وده الجزء الحقيقي كله. يبقى 2 س زائد الواحد هيساوي الجزء الحقيقي اللي هو 5، الجزء التخيلي اللي هي 4 ص يساوي سالب 12 بنفس الاشاره، يبقى ص يساوي سالب 3. جبت الص بسالب 3 اعوض، وهنا السين خلاص، يبقى 2 س تساوي 4، يعني السين يساوي الاثنين، يبقى الصاد بسالب 3 والسين ب 2. طيب نحل المعادله اللي بعديها. هنا الحقيقي 2 س ناقص 3 والتخيلي 3 ص زائد الواحد، هنا الحقيقي 7 والتخيلي 10، يبقى 2 س ناقص 3 تساوي 7، معناتها 2 س تساوي 10، يبقى س تساوي 5. جبنا الس من المعادله والمعادله الثانيه، 3 ص زائد الواحد يساوي 10، يعني 3 ص يساوي 9، يعني الص يساوي 3. جبنا قيمه الص، قيمه الص. خلاص كده، دي مقدمه عن الجزء الاول من الاعداد المركبه. لو تعمل اشتراك بحيث يجي لك تنويهات ان في فيديوهات جديدة نزلت ودروس جديدة نزلت. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، اعمل شير لاصحابك عشان يستفيدوا. مستعد لاي سؤال او ملاحظة وانا هرد عليك على طول. اشوفكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.